هادو يعني ربي يهديهم الناس اللي عملوها على كل حال. أه؟ وكل الحياة في يد ربي. أه؟ دونك حنا متقنعين بالاسلام تاعنا، متقنعين باللي كتب لك ربي، نخليو الناس يتكلموا على رواحهم. نعم ما نحوش الغرض. انا شوف انا قلبي صافي. سمعت انا كل واحد يدير دعايه على روحه، ولكن انا نقول ربي يهديه وان شاء الله هذا الدعايات يمشي ويزولوا في الجزائر، خاطر الدعايات ما يخدموش البلاد.